دائما بينحكى انه الوضع منهار وخلينا نعمل شيء وسيكون هناك الانهيار العظيم. طعم الكبير والانهيار الكبير حدث، ما كنا نخشاه وقعنا فيه او اوقعنا فيه. اللبنانيين خسروا ثروتهم اللي عندهم ثروه، يعني بمعنى الرزق الحلال، مدخرات عمر، خسروا فرص، خسروا حتى صحه، في بيوت كثيره عائلات خسرت حتى افرادها هجرة وكذا. خلينا نذكر في عديدين انتحروا. أن يدفع اللبنانيون من اليأس العظيم بالانهيار الكبير أنه واحد يقتل نفسه أو يقتل نفسه وعائلته، هذا بعد انهيار أكثر من هيك ما في. ما يخشون منه هو انهيارهم هم وانهيار الطبقة الحاكمة، الطغمة الحاكمة. أنا أقول فلينهاروا، فلينهاروا، لأنه لا أرى أي حل إذا هو اللي بعدهم موجودين. الناس عبرت عن رأيها بالانتفاضة بتعبير صحيح، رفضوا أن يسمعوا، رفضوا أن يستجيبوا، رفضوا أن يغيروا، ورفضوا أن يعدلوا ولو تعديل بسيط. يريدون استيلاد، نفس الصيغة، نفس الإدارة، نفس المنهج، نفس الطغمة، أن تقعد على الطاولة تعيد التقاسم وتجديد نفسها بدون تقديم أي شيء. لا، هاي ما عادش تمشي، الوضع بضل هيك. يعني هاي الفرصة الأخيرة، صرنا 30 سنة أستاذ أنطوان بعد إقرار الدستور الجديد واتفاق الطائف، كل الأشياء بتتم بتسويات، كل التسويات تتم خارج رحم الدولة، خارج رحم القانون، خارج القانون. كل هالتسويات السيئة والفاسدة والمفسدة على مدار 30 سنة هي اللي أوصلت إلى هالوضع الحالي شديد السوء، شديد الخطورة، من الغباء الكبير والحماقة وعدم الوطنية الحقيقية أن يجرب تسوية أخرى بنفس الطريقة مع نفس الرجال مع نفس الأشخاص. أمر أحمق ومش صحيح بالمعنى السياسي وبالمعنى القانوني وبالمعنى الأخلاقي. لا يمكن أن يحدث أي إصلاح أو أي تطوير حقيقي في لبنان طالما جناب الأستاذ نبيه بري موجود.